السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. Good morning my follower الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والسرور. الحين الشير مرة يبال عناية طول الشتاء. شوف الشير كل شيرة تعطيك تغلب الورق وتعطيك الثمر وتعطيك الورد وتعطيك كل شيء ناتج زين في فترة الصيف، ففترة الشتاء أنت تكرمها، فترة الشتاء أنت تكرم الشيرة، السماد والتغذية والتنظيف والتهوية، الحين هي عطتك فأنت لازم ترد لها الجميل، فهذا وقت رد الجميل الحين، من الحين لين 3 شهور، كل أسبوع شيء، كل 10 أيام شيء، كل شيء، يعني دوم دوم ما توجف عن خدمة. أمور وايدة اليوم عندنا الله يحفظ هذول الفي فاي اللي خدمناه كم من يوم، لا تشار وقف أبوقف، يعني نحن طرشنا حق صدقاننا عندنا مني ومنا، الحين سوينا هاك اليوم 20 كيلو، اليوم أمس سوينا إعدام لشير الهمبة الفي فاي كلها الضعيف، فشلينا الهمبة الغض اللي فيه الهمبة الفي فاي خاطري اللي فيها الهمبة أقول لك فقطعناه، واحد تجمعت كمية ما يقارب 100 كيلو تنظف وتقطع، واليوم بنخدمه من يد ويديد، فإن شاء الله اللي ما ياهم أسبوع اللي خطف إن شاء الله بنندب لهم إن شاء الله، صاحب صدقاننا وصاحب والصديج والرحم والأخت والأخ وكل حد ما ياه إن شاء الله بيوصله، ما بوبل على العرب كلها، كان بقيس اللي الله مقدرني عليه إن شاء الله بتطلع كمية كبيرة إن شاء الله. ها وين صلاح؟ Good morning. لا لا Good morning my brother. How are you? شو؟ How are you too? بخير أنت؟ كل شيء زين؟ تريقت له بعد؟ تريقاني لين الحين ما تريقت؟ وين جاي أنت الحين؟ وين؟ سرت عنده خلف. تريك له لا؟ لا. قهوة وياها سحة. وحدة له هنتين. واحد. إيه يعني تريكت. يلا الحين بيك زين. يلا يلا. صلاح. دوارك زعلان تقول ما أعطيت بخشيش من زمان. أنا أعطي هي بتعطيك الحين بخشيش بتعطينه أنت؟ أنا أعطي صلاح. هي صلاح شو بتسوون في الهامور؟ ونديس. هام اليوم غدا؟ لا غدا. ها؟ عليه. عندي على هواك. تعال يا هني يا يحطه هني عند صلاح يشوفه. ها صلاح. فين هامور؟ جيه. هذا من عند سعيد. سعيد بن هلال. هذا يا حلال يا ما بن عند هلال. هذا صيد سعيد بن هلال. حلال. وهذا صيد سعيد بن هلال نوخذه. وهذا لا ما بملوخيه نوخذه. خيار زين سعيد بن هلال. وهذا صيد محمد بن عبد الله. عبد الله. محمد بن عبد الله بن شيب القبيسي. بشي. هذا من عند محمد وهذا من عند سعيد. زين؟ قول شكراً. شكراً. يقول لك سكرة. يلا. شو بتسوي باكر؟ ما أعرف ما أنا. لا شو تبى تسوي؟ ما أحضر. متبوس ولا صالونة؟ إيه صالونة. صالونة زين. أصل شيء عسل. أحسن على كيف كله تبى هو يستوي. يلا. يتنا الحمد سنام سنام كامل بضلوعه من تحت كامل، المهم انتم شي قطعوا تقطعين عادي يمكن ما حد يرغب فيها في اكله او يقولون ما نبي الحمد حوار ودينا وسويناه لما تشوفون لام كاتلك اللي هو ريش وهذا حينه السنبل ماله، فهذا هاي الحمد الحوار يوم هي لام كاتلك شوفوا شوي شو ما شاء الله
رقم واحد. لا همك الله، لا هفات، لا هم يحزنون، لا عندك لا إليك. ها تاكل عادي بن عادي، أنا بس علي هذا ما كنا وايد. ها جسمي يعني. ها تعي رديها فريزر. فهاي لحمتها، لحمت الحوار. أكثر بشيء الرغب فيها إذا أنها لحمت الحوار غير نمون يوم تنخدم بس على البخار، بس بخار، فشيء لا صار ولا استوى. هذا والبزار اللي فيها بزار ما شوي، البزار العادي اللي هو فرتين سح هو شوي سنوتي ليلان فلفل أحمر فلفل أسود وخل ومريس، يعني كله يستوي يمرسوني يدعشون فيه للحمة ويدخلونه داخل الفرن المدة تقريبا ساعة، ساعة ما يأخذ، حتى ساعة ما يكمل يظهر هالنمونة هاتي. ها شوفوا هاي السنة، شوفوا مازين رقم واحد. نشوا عليه نشا، شوفوا شو غدا. عليكم السلام، عليكم السلام. ها غدا كعصف مأكول. هاي يسمونه ها انزين، هذا التقليم الجائر، هذا يسمونه التقليم الجائر. على هذا الحين شوفوا هذا، هذا ان شاء الله بعد شهرين يا غدي غلظ الحين وديتين. هاي اللي تشوفونه هذا اللومي شخاخ، هذا عتل الجسم، هذا كل الجسم كراتين اللي يباب ويوصل لي مكانه مرة. عاد لازم يكون جريب عدال البيوت، ما حبه يصير يودي آخر الدنيا، ما حد عنثره أبوي، ما عندي دريوليتي مشغولين. يا الله يا البخر، لا والله ما بخيل لكن ما في عندي دريوليتي. يلا يلا بنقلة، يلا يلا ما شاء الله. ايوه ايه رجل حديدي. هذا قص، هذا كامل، وحين بينقص اللاين هذا كامل. من الساعة كم اشتغلتوا مهر؟ الساعة 7. ليش تأخير؟ هي ما علي اللي ما خلص اليوم بكرة. ها ما علي قطعوا انتوا شخاخ وحلوا حطوا علي يم. ايه ايه خلوه هنا كل واحد مكان واحد لا يبون الكراتين. شكرا. وقت عندك اذا تعبان وقف شغل. ايه اذا تعبان وقف شغل. خلي خلص هذا الحين انت. خلي خلص طرف هذا. خلي خلص طرف هذا وخلاف الباقي. Good morning my brother. Good morning. لا انجلش. Good morning. لا اتصير عنك. زين لا تعال. Good morning. ولا تكلمني. تعرف. لا Good morning. بس خلاص يلا مع السلامة. أول شيء Good morning. شو؟ ودر التليفون أنت منو تكلم الحين أنت؟ أول بادي Good morning. ما علي ما علي ما علي خلاص لا تكلمني ولا داني كلا. ها ما علي عيل تعال حبي يقول لي جود مورنينج. موني وين الحبه؟ او تعال ابو حب الفجر. ها ويني الخيب. ها وين بسير؟ فلاح. بسير فلاح حق هذا التمرين. لا لا ها فلاح هي خلف ولا ادري ليش. علاج طبيعي ما ريولك؟ لا ثاني. شو بعد؟ ما اعرف ثاني.
انت بخير؟ شو بقى شيء يعورك؟ اروح الحين شويه. ادري شيء يعورك انت الحين. لا ما بس الدم المسيح. ايه ملحوصات. بس اروح الحين. ان شاء الله حبيبي ان شاء الله. هذا بعد ما تقيدي. صباح الخير، ما يندر على شو هذا. هاي من فنادق هدى. هاي الله يحفظكم فطيرة بيض وبسطرمة وجبن. كل مكس من كل شيء. خدمة هدى. مشكورة يا هدى. قرب الله كالمغرب ما يغلبهم شيء، كل شيء يعرفون. صح عرفت حق منو بتودي هذا؟ حق منو؟ بدرية؟ ها؟ منو؟ بدرية؟ بدرية؟ بدرية وخدية؟ خلاص؟ خلاص. ليش؟ فاطمة. فاطمة بدرية خديه خلاص. العصر. العصر وبحتى بيتكم حصة حتى يوم هي ما حد لا تودوا البيت. بس ودوا للبيت. وهم احنا في جسمون على هو. ما خدامات تبعنا. لا هذا ابوي لا هاي بيصير المشرف الكبار. هذا مشرف هذا كبير هذا كبير. هي الكبار ابوي حق المشرف. ايوه. يلا يلا عشاو عشاو ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. كل يصير دفاعت بلاء. عن هالدار وعن حكامها وعن من زرع وتعب و و و و عن كف دفعت بلا عن المسلمين والمسلمات. شو حبيبي صلاح هذا من وين الحين؟ دبي. منو جايب لنا؟ ناس زين. منو طرت من عند منو في دبي؟ هذا من وين؟ ما تعرف من وين؟ ادري من وين. بيت منو؟ بيت خالو خديه. إيه. مشكوره مشكوره يا بتامل. مشكوره مشكوره. هي إيه. وين والله هذا صار في غير هذا واحد بعد خصوصي بس خلي عليهم. مشكوره يا بتامل يعل ان شاء الله عمرك عد طعامه وقعامه ويحفظك عيالك حبيبي الصغار والكبار ويحفظهم ويرحم خالي محمد بن سعيد بن خديه ويطول بعمرك وعمر كل من تحبين وتودين. مشكوره يا بنت حامد. شو حبيبي؟ دبي حجب خديه محمد. انت تتعلث الا حد تتعلث بخديه تتعلث. ايه هذا كل حب في دبي. يا ربي يا دبي ما حد ابوي ما يحبها. اقولكم السلام عليكم. اقولكم الودي اللي اختفت سوينا في الجدر الصغيروني اللي هو 20 كيلو زين. الحين ابوي يوم عبر هذاك وما بد ما بد الشاوي شواته، فلذلك الحين المرة هاي قطعنا أبوي جميع الفيفاي الأول كمية 20 كيلو وسوينا بجدر صغير واليوم أبوي ركبنا هذا المريال وأربع حلق وهذه مكونات. هذا أبوي اللي تشوفونه كل زيت سمسم اللي قبل حطينا خليط زيت سمسم شوية الثلثين والثلث زيت ذرة، لكن اتضح أن هذا بيغدي أخير إذا بس زيت سمسم ريج. فهذا الخل مكونات وهذا يلا عد عاد ارمس بحس عالي. هذا زيت 35 كيلو هذا ركب 30 فنجان حلوه هذا 30 فنجان هذا 50 سنوتي ليلان وهذا خردل خردل وشكر وملح سويده فلفل احمر زنجبيل كركم فلفل خضر حلتيت هذا ابوي الزنجبيل وهذا الثوم وهذا تشوفون كله في فايل ثلاثة أيام فقارهم يقطعون. الأول الأولي الأولي هالكثير رح يزيدنا أبوي خمسة أضعافه وهذا اللي تشوفونه خردل الكريبتة شو شغلة شغلة ها هذا كله حبيت ركب يلا ثانك يو الحين بنشتغل يلا حتى عندي موعد في مع دكتور الأسنان وأجلته موعد تنظيف عادي فش أسوي لازم ابوي يبتدي في الشغل. هب انا ترى ما اسوي شيء ثلاث انفار انا اقول كودوا وكودوا 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 وهم هيلا بيس حوث مجابل وضيان وانا ابوي متز معالي روسهم. هي نعم حبيبي انت هي الصبح اخر لا لا حبيبي انا ما نش الحين هالزمان الصبح وايد يوم عندي شغل بنش الصبح عسل زين متى تبتين تتعال لا لا تعال الضحى سر عند خلاف ويلس وسولف وتعال على دوبك تسع تسع ونص على هوا شكرا مخ صلاح ثانك يو صلاح يبصير عندكم خلاف لا تصير الفير الساعة خمس ست ظلام
صار حبيبي يوم تطلع الشمس. انزين صلاح ثانك يو. شكرا. لا انت شو تقول؟ شكرا ثانك يو. افان احنا فرات يريدون يعرفون لحمه حوار كيف سويت امس ترتيب انت؟ كل تنفارات واجد قرقر طلعت من الثلاجة. أيوة. حطيت مشخلة. أيوة. حطيت له ملح وكركم في المشخلة. خليته كم ساعة؟ 40 دقيقة ولا نص ساعة. إنزين بعدين غسلته. شو سويت؟ ركب واحد توم. هي. سوديكا. صوت عالي. واحد توم سوي هذا متكون. هي. وبعدين ركب فلفل شوية فلفل أسود. وكركم شوية كمون وقرفة باودر. بعد هذا في بهارات وبعد ركب بزرعت يعني سوبر. هي هي مريس. هي وفرتين صحة ومليحة وكركمة وصبار حطيت. أيوة صبار. شوية صبار وهذا تمر. تمر صح. وبعد ركب شوية كزبرة وبقدونس شوية مقلي. هي سوي ماكينة. هي الحين أنا بخبر الجماعة الباجي. زين وخلاف ابوي هذا كله ينعين عيان شرات المريسي غدي. خلاص ها خلاص سب منك. وينعين عيان ابوي غدي شرات الحنة الغليظ الحنة اللي للغمسة ويتدبغ به اللحم زين ما زين غدي غليظ وينصف ابوي في الـ هذا اللي يسمونه اقول لك يسمونه هذا اللي يحطوه في اللحم يحطوه في اللحم يدخلون في الفرن هالتيفال صينية التيفال ينصف زين ما زين بدون ماء ويتقرطس أهم شيء التقرطيس ما يتنسخ ويتدخل أبوي في ضوء فوق ضوء تحت ضوء المدة ساعة ونص وعقب الساعة ونص بيكشفون اللي فوق بتلقط فيه مروق روح يسوي مروق ما ينشل ما تنشل حمت السنام شحمت السنام يازم أبوي بتول بتول داخله وينضيه أبوي شحمه وما روح يسوي ما ويتعارب ويغدي يتفتت مثل ما شفته من ساعة آخر شيء آخر 10 دقائق ينفتح عن القرطاس من فوق ويتم أبوي بالواهي بيخف المروق اللي تحب يخوز يتبخر واللحمة بتتحمر بتغدي حمراء ومن داخل تغدي ترفه هذا اللي صورت لكم هذا كان غدائي البارحة أمس كان غدائي يومين أيام البحر هذا غدائي كان خبرت بالتليفون قلت له هل قال إن شاء الله وهي والله رقم واحد لا يبقى إذا أنك تفور اللحم عقب تدخله الفرن هذا أبوي أكل كولية أكل كولية أكل روبال اسمع الروبالي هذا أكل الروبالي أكل حماميل هذا أبوي مال الله يعز النعمة ما بمال أكل أوادم المشواي ما يتفور وعقب ينشوي لا المشواي يتسوى أبوي بس ينحط له ملح وكركمة لين يصل ما روحه ويتعارق ويغسلونها زين ما زين كان الحمت عيل ولا الحمت أرنب ولا اللي هو على حسب الإنسان شو الحمت ضبي كل واحد نشخ لافه بيتبذل بالطريقة اللي أنت تباها بغيت أبوي بس بيليلان بغيت بس بثوم ما بغيت شيء خير شر الإنسان على حسب ذوقه أهم شيء وقت الشوي أنه داخل ما يكون يدخله بخار هو وانت تشوي اندخل هو تغدي اللحم يابسه وما تنضى لو بتخليها 40 ساعة ايش عندك؟ شو بلاك؟ تكلم ماما تكلم ماما؟ انزين يلا متو الحين ارباب يقول يطر الثلاجة كامل سمك وين الثلاجة كامل؟ لا ما يقول مرزوق مرزوق كلمني انا لا تعملني ماما تعال هذا ها ماما تقول اعطي بعد عمر شوي جس شوي جس هذا كله أيوة. ارباب يقول هذا ثامور حق صلاح ميراباي ايوه وهذا جس لي هنا قول بابا خالد ما يريد وده هناك حق بطنك انت لا هو يقول انت بعطيني بيعطيني ثلاجه لا نوصل لازم يلين بي لازم يقول لبابا ما يريده هذا فضل عنك وياه يباح في الليل قدام العرب ذاك صدر يقول يعطيه سمة زيادة واليوم عطل طرش هذا ها أه؟ لا 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 ما يريد خلي ودي خلي ودي اليوم في سناب ولا ما في سناب ليه ما في سناب ليش لا ما في سناب كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم سناب سو فايدة ما في فايدة شكرا 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 اوكي كره الله تهلوي وينسر مشكلة وايد تأخرتوا طيب الساعة كم الحين وحدة ما ظهرت أنا لا شرق ولا غرب وكل الحين هياسين يجمعون أبوي في الخضر
هذا الجميع الفلفل الخضر روحه ياخذ مال جده متاخر ياكل وقت وايد. يا سلام سلم دوكا هاو ار يو شور ام فاين سير الحمد لله بطه هاي سير هاو ار يو اي يو جي فورجت يور نيم يعني فلبين بس اونلي فلبين يو فاين حبيب شو اسمي نسيتي مرسلين هاو ار يو اي ام فاين هابي هير جود انت لو تشوف المعذب كل جديد بتنساني انا بتنسي الداني اين يو ارباب فيري جود مان هذا كله ابو الدردي كله ابو زيت السمسم كله زيت السمسم ما في كله زي ها هيله بيته المريل ها دنيا ودي خلاص نحن قبل مصورين مروينكم شو سوينا شو ما سوينا الحين لا خلاص ما بنصور الحين بس الاتيت بس العسب المسخره وضحت السوالف لا اكثر ولا اقل ايوه يلا يلا هيله بيت 10 كيلو فلفل فلفل حاء مال الملباريه ها ايوه لازم لين الحين يتناقع من تسمون تناجيع بس حطوا عليه ابويه سامان هذاك مصورين الحين من قبل مخبرينكم عاده ما برا مصور كل شيء كل دقيقه حينه لازم هالمونه من لازم يتناقع شبوا عليه ابويه الخردل من يبيض الخردل شبوا عليه ابويه الكربته السويدة والسنوت والليلان كل شيء له وقت معين يلا 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 بحر بحر فلفل ري اللي تخبرون كيف يسوون لي السوتيه هذا البروكلي بهاي طريقته هذا شو حاط انت زيت شو؟ غارليك تشيلي فليك سولت بيبر اوليف اويل بس هاي زيت ثانك يو فلازم نقرب تحت اللسان اليوم على كل مطابخ ريد بس سكروا عني وهاي شوربة ال ها خبز شو هاي شوربة ملفوف جلبه هاي شوربة ملفوف كله لا فيه زيت ولا هم خلا ولا هم يحزن وقفوا الفلفل مره لا نحينا لان على طول كربته كل شيء لوقت الحين الكربته من بعد الفلفل في نفس الوقت ينحط خردل كل زيت زيت السمسم كل زيت السمسم الحين يتناقع الخردل من يتناقع لا خله متيته هي بلي المكين ابوي بموت بنسكر شو ايش قال اللون الفلفل رد بصفره دبل شويه خلاص الحين حطوا الخردل عقبه السنوت واليليلان والمثيبه يلا هي هذا كله ياخذ انضوي هذا كله مغسول ومهبوب كله مغسول ومحبوب لازم دهن لي دهن ما يستوي زيت سمسم صحي وزين ورقم واحد يعني ما بياعي لا كله من الطيب الزين من تصير وتبن ريحته عاد الحين خلاص نشوا عاد عقوا مكونات اللي من غير من حلبه من فلفل احمر وفلفل وسامان هذا كامل
واخر شيء عادي يحطون الزمان. انا باكون وياكم ستيب باي ستيب. الحين هذا يبال 10 دقائق شويون الحلبة. طبعا الحلبة لا بد ولا عذر. هذا الحين التيم عاد الفلفل الحمر الحار. فلفل حمر حار. يلا يلا يلا. هذا الحين تيمه. وهذا الحين تيم الله يحفظ في نفس الوقت الكركب. كل شغله طيب وكل مزين. ما نحط اي شيء مال بياعي. لا. كل مزين. ليه في السوق زين؟ لكن احنا نبغى نتحدوا عاد مال السوق البياعي حطوا مال مالك مال القوم. ما يصير بجي. احنا الحين تنقى الشيء الزين لان نسوي حق عمارنا. هذا ما بالبيع ولا بالهذا نجسم لمن نرغب. ها تعال بسرعة سويدة 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 بس سويدة يلا بس الحين يلا حوث انت حوث يلا عاد الحين ريحة الدنيا لا بدريان نار الله. هذا القياس ترى مال 100 كيلو مش مال كيلو كيلو وين مال 100 كيلو. لا حد يطالع علي لا حد يطالع ابويا انا احمد يطالع انا روحي ابويا ما اسوي الا شيء التون ما يعيبني اسوي شوي شوي بس صدقاني وايدين ومعارفي واكثر وكلن شافي وكلن يبا وكلن يوزل وكلن عيبه يعني ما بخلي شيء في خطرهم صدقاني انا وربعي اللي اسوي حق عمري اودي حق ربعي وكلها وقف علي روحي معال معالي روسب الحين اللي سمعوني انا اللي مسوي رايته زنجبيل يلا 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 هيلا بيس يلا هيلا بيس يلا يلا يجيب الباجي يأتين عيان شغله شغله حطينا الملح هنا نحن والحين السكر يلا 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 هذا اصوله لازم تي هاي طريقته لازم الملح بالسكر امورك الحين كل عاده غادي الدنيا لو دريت ما تسبح يا الله ريحتي الحين غادي شنو تحط هاي تعادل يلا 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 ما في ترى ترى كم كبد بسم الله ثم عاد اخر شيء حسب نبا يكون صريح حب بحبته ايوه يلا يلا بارك الله فيكم ايوه شيء ايه معاش بعد معاش دبغه ايوه اربع شلوا اليمن ما شيء هي هل يكون الملح تحرون وايد انتو ترى ما بوايد الملح يعني 100 كيلو يعني 100 كيلو بس الفيفاي ناهيك عن الفلفل ناهيك عن المكونات اللي من غير فلذلك حين ياخذ وقت يبال على الاقل من الحين 4-5 ساعات لين الجوله بيتعارق ولين يثير ويمضى ياخذ وقت طويل عرض يلا يلا الساعه 4 خلاف ان شاء الله بنرويكم اخر شيء هذا الحين مريجه شي عازم بالخل الخل العربي الخل مالنا الخل مالنا خل البيت ولازم الخل الابيض مقياسات نحن حطيناها من قبل يلا 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 يلا
لازم يتقصر على الضوء آخر شيء. قصر على الضوء آخر شيء. لين يصير روحه ويتعارك وينضى منه فيه. أوه 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 شي غدي دواء دواء. يلا عاشوا عاشوا شباب عاشوا شباب. هذا حين وقت الخل عادة. حين وقت الخل. ويازم يطبخ أبوي بالخل والسركة. السركة ضروري السركة. ضروري. أبلا خل عربي لا. سركة وخل. والكميات نحن كاتبينها على الانستغرام موجودة على شاشة الانستغرام. من قبل. قبل الشيء وبعده. لازم الضوء تكون قاصرة أكثر ما يكون. أكثر ما يكون تكون الضوء. ولا بيحرج وبيصهور وغدي هذا تعب كله على الفاضي. وقت عادة الخل الأبيض اللي هو السركة. هذا من مروكا هذا كله بيخوز. حفيظ قبض رابش قال يقبض الملاس هذا رابش قال راوة 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 كيف يقبض الملاس لا لا مجلوب بالمجلوب لا من أيوة أيوة ها شوف هذا نمونة راوة حفيظ قول له هذا نمونة صح راوة كيف يقبض الملاس جيلي أبوكم ماي الليمون الله من يلومهم تجيل تجيل خدمة متعبة هذا عادة خلافي هتي وخلافي زاد للثوم آخر شيء ليش نحط الثوم آخر شيء نحط الثوم آخر شيء عسب ما يهتى نبي تكون حبته جاسي شوية هذا عاد توت ما قبل الأخيرة وخلاف من يذهب بعد ساعة من الحين شو حينه هذا شفت الساقو يوم يخدم الساقو ترى يظهر زيت ماله فوق زيته يزيد اللي هو دهنة الساقو يسمونه الساقو يعني من ينضى بس أظهر دهنته هذا لا شر هالنمونة الحين ذهب ظهرت دهنته فوق هذا عقب يصفونها من فوق يشلون يشلون تقريبا 90% منها يخلون العشرة بالمية حسب العشرة بالمية هي اللي تحافظ على جودة الدهنة على جودة الدهنة هي اللي تحافظ عليها جودة اللاتشار فيشلون 90% من الزيت هذا الزايد هو ما حد يشلي غير أنا أفضل أني أشله لأجل أنه يعني نحن ما نرغب في الزيت وايد بس هو اللي المول على أنه ذهب بس هو تشوفون ريح تضرب في خمرة الرأس لكن بعد من الحين يبالي ساعة من الحين وهذا الزيت اللي تشوفه كله يغرف عنه من فوق الصفو هذا ماله ينشل عنه ما بكل حد يشل أنا أشل يعني لأن خدمة بيت نبال لحاليتنا وجماعتنا وإخوتنا بالأخص اللي في مكة يعني الله يحفظهم إن شاء الله من يردون فالهم طيب مرة يعني الله يحفظهم مرة منها الأتشار الفنان الهم والجماعة مرة يعلم داخل العافي هم يجون بس ما علي الأمور طيبة باقي ما يقارب ساعة بيستوي جاهز إن شاء الله بس يبال ساعة شوف ثوم حينة أنا ما تشوفون يبشرون بشار توم حين يبشر بشار شغلة طويلة عريضة هذا حين يحطون ويحمرونه من يحمر ويغدي يتخرفش مرة شرات قشر البصل يغدي يذرون عليه وجولبونه بس سكروا عنه هاي آخر مرحلة عادة يلا عادة خلاص 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 خلصت خلاص. بارك الله فيك يا مرسلين كيف تمر أنام محمد مرسلين بارك الله فيك اليوم مرة ولا فلحني الباب الباب ما شتني بسم الله ها الخلا الخلا سر منك توني سر منك يا الله
على مسح ولا في يسكني. هذا عاد الحين خلاص هذا يتخمر ينحط الحين بيونية ولا بطرف ولا بمكان شي ستور ويتلحف للأكل. هذا ماشي يبال 3 أيام 4 بغادي قاتل غاية المتمني. شكر ريج شكر ريج شكر ريج. بسم الله الرحمن الرحيم. شي باجي بعد هناك. عاشوا شباب نعم. يلا بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. ما شاء الله عليهم. دمر عاد يبقى هيوبي اللي هاي الزهبات من ربالغات. قهوية الزراعة يهوون تحت الشيار كل شو اللي قطعناه اليوم. ها كلنا فرحين من يبرد الوقت عاد كل هذا بيظهر. هاك الورد الفنان إن شاء الله ورد المحمدي. هاك اللي بعده توي بعدها هاي فيها كم من حبة تخملان ويا خواتنا شوفون مرة زهبات هاي. هالحفاية اللي تشوفون لو شيء هنا بيات كبار والله عمارهن على 9 سنين لكن هم باهن مب من نوع جيد. هم باهن زين لكن صغيرونات أهل كبير. وأنا شيء الحقير ما داني استغفر الله العظيم. هبني ما داني ما يعيبني إذا كان بالإمكان نزرع الشيء الأحسن. شيء هنا بيات هناك تحت لطوف مدسسات لنوعية وايد جيدة لكن مظلومات في الزراعة يعني مكانهم مظلوم ماخذات جسم المظاليم في الزرع فحطيهم في مكان ضيج فبنحولها هنا إن شاء الله. الحين ترى بعد 10-15 يوم بنحولها واحدة 3 أماكن إن شاء الله. فان الله جعل في الأمير بده. شو ما شاء الله بعد يزهر. لا والله لا يزهر أصلا هاللومي قير وشتاء. شو ما شاء الله التهوية أروع ما يكون. عنتر حرورة وعنتر حر وموت كثر ما تروم يا الإنسان الورق اللي بيحط من الشيار يتحفف من إيه بس شوية درسوه تحت الأمهات. هذا أحسن أسمد في الدنيا العودة يحصل عناية وقوة ما شيء خير عنه. غادي مرة غادي رقم واحد. شو على فكرة اللي يليل نحن هذا الحوض اللي تحتن المدحة لازم على الأقل يكون 1.5 متر قطرة يعني لازم لين هني يوصل. هذي يوصل لين هني كلهن لازم يتكبرن ما واحد تندون عن الثاني كلهن يتكبرن لازم إن شاء الله. أول الله كلهن بيتكبرن. حاضرين شيف فتن حزينات إن شاء الله. سامحني طالكن طيب مالكن إلا الكرامة مالكن إلا ليرضيك ولا تحطن شيء في خطرك. كلك بتتكبر مداحيك وبتنسمدن وبتتعبئ بيتعبلوبك ومالكن إلا ليرضيك يعني مثل ما أرضيتون نفسنها غل هالورق الجديد الفنان ما شاء الله. والحمد لله الحمد لله شيء يزهر وشيء غل وشيء يوردها توه يزهر. شو نعم شو تبى أنت يا الإنسان أكثر من شيء. نعمة قيض وشتاء الأرض مبروكة الأرض مباركة اسمها شو المكان اللي نحن ساكنين فيه مدينة محمد بن زايد. الاسم مبروك يوم الاسم مبروك كل شيءك مبروك كل شيء مبروك كل شيء يضرب وكل شيء يوم بس بعقل الهوى توكل حط لك شوية عناية ورب العالمين بيسر لك الأمور كلها. أهم شيء اعتن حط شوية تكل على الله ومن ثم حط شوية عناية بتلقط رب العالمين يسر لك الأمور وسخر لك الأرض من عليها. وأهم شيء مدامك يا الإنسان مرضي والديك
ومرضي ربك رب العالمين بيسر امورك وين ما تحط يديك. لو تحطك في التراب اصبحت ابويه ناتجها ذهب. ما شاء الله من خطايا داس عمرها هني عنا الا عن حد ياخذ منها شيء ما تبي حد يدريبها ما تبي حد يدريبها. داس عمرها قالت اي ها بيين ابوي هذا اللي يمشي ويقطع ما فينا على حشرته تحليلها بعد الكبير الحين ما حد باش القصينات التي عن خاطرك. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا بلومي الأبنان شيء تو يزهر شيء في أمهاته الحمد لله. شو يبل بنادم شو ما شاء الله. نعم وفضل من الله شو ما شاء الله كله على الورق جديد. لازم تسير انت وين قطعت الركون لي تحت تتليهن ان شفتن ها شوف هالقط الركن نحن قاطعين المدة ها لازم تسير ها تقطع هذا ما تخليه اي شيء حسب ما يضعف الشيرة لازم الشيرة فوق ها تفتل. تبعت هاي الغنية هل الكويت في اللي الشعر في اللي في اللي يا بني ها تفتل من فوق ولا من تحت ابوي قصبلونها تقصبين ما تخلي فيها شيء. شو ما شاء الله كل من قطعت تحت كل من اشتلت فوق ها الاشجار كل من قطعت من تحت اشتلت من فوق كله لومي الابنان. شو ما شاء الله ما شاء الله يا هاي في لبنان ما طالي هنمنا في لبنان وكلها لومي ماء ريج من داخل تبارك الرحمن كلها عصير قطعناه وعقيناه ابوي خاري عند البلدي. لا نحن ابوي سامان روحنا نتعبل منه ونقطعه ونرتبه المهم نتخلص منه بطريقتنا اي شيء ما نعق شيء خاري خاري ما نعق شيء الهل بالبلدي مساكين لهم حق علينا كم يعني كم بيشتغلون مساكين كم بيشتغلون كم بيشتغلون كم بيعققون وكم بينظفون. لازم انت يا البنادم بعد تساعد هب كله عليهم كله عليهم كله عليهم بعد خلي شوية علي وخلي شوية عليك. هي والله آه شو اسمه مهر يب الفيفاي هناك هناك 4-5 مكان في فيفاي يب كله عندي الخيمة أعطيه باركة خملة تحطه بكرتون وتودي البخار تحطه في يونية العيش كره الله تهلوي توني توني الخيبة توني توني يا توني توني يا توني البشارة يا توني جايت انك حرمة يا توني طرشين لك حرمة من دبي طرشين لك عروس يا توني 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 وصمخ للكلاب يضرب ها توني يا توني جايبين لك حرمة يا توني هو يعرفه حرمة يجي حق هو هدية من دبي طرشين هلا والله بعدها ما وصلت ان شاء الله انها بتوصل. توني يا توني توني يا توني جايت انك هاي الحرمه اسمر حليوه بلاكيه بعد كحلي بعد لونها جالب لونها جالب كحلي يا توني لونها جالب كحلي وزق نبوت هذا اللي ما وراه فايده غير قاق وقاق ابوك زين اصقع بصقع تنقاوي غير حسك شوي قص علينا على الاقل قاق احنا ابو قراب هب ابوك الله لكم هاي مطرشات اثنين بوكسين هذا واحد وهذا الثاني لا والمشكله ما بيطرشين البوكس مالهم مال شو اسمه مال العنوان ما بيطرشين الكرت مالهم حق نعرض لهم اياها. هاي ابوي اسم الشركه اللي مطرشت لنا بوكسات اثنين هذا عطر عطر ودهن عود مال شو ودخون وعود كذا نمونه يعني عطورات وهذا بعد طقم ثاني من قيل اعتقد هذا رجالي كنه وهذا نسائي العلم عند الله والله لكن هذا على ما تشوفون كولكشن كامل عطورات وهذا عنوان جاياتنا من الشركة جابتنا هذه التوصيل وين
وانا كالعاده اللي يبوي اصوره ما يخصني، لكن اصوره. كل انسان ابوي عينه ميزانه، وانا اشجع ابوي تجاره التجاره المنزليه والتاجر الصغير والتاجر المتوسط والتاجر اللي يدور البهانس، وما حد ابوي ما يبي البهانس الصغير والعود ابوي ما حد ما يبي البهانس. والله شيء تفنى صدوق. قال لك كم يسوي ابوكم يمين يعني مضارب ما يدرى هنا على كم. دخلت والله انستغرام وظهرنا عنوانه وسوينا عليه كابتشر وحطيناه، لان فخار نعاني من دار اللي نديره. هل ان المندوب اللي يابه ما يعرف وضيع الكارت؟ المهم اللي علي انا ابوي حطيت صورت حسابهم من الانستغرام، ولا اللي بيطلب ولا شيات في حب الله ما لبلاش بيزا ما اخذت حد شبه عيني للتحرون اخذ بيزا. صلاح شو تسوي؟ شو تسوي؟ قول والله ساعة انت واجف. شو تسوي؟ شو تطالع؟ يلا تعال بعدها ما ظهرت داخل. يلا تعال 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 دالي تعني. يلا 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 يا شيبة. شو تريد صلاح؟ يبقى دهوة ما تبى صحة؟ أعطيني صحة. صحة أول يجيب خلي الدل يجيب الصحة. أعطي صلاح حب فردة واحدة. أيوة بعد أرباب أنت صلاح. شو هذي؟ شو؟ هاي هدية بعد. تبغي قهوة؟ المرحلة الأخيرة شوفها. خلونا بهالطريقة. شو هنا؟ شو طريقته؟ نيح لي. شوفوا يردونها. آخر شيء هذا الشغل. شو جاري غدي؟ من غدي هالنمونة قروا على ويه الجدر. ها تعال حفيظ بسرعة. قروا أبوي على هذا. وجلبوا جلبتين وبس بندوا عنه. شوف الحين على ضوء هادي لا تشار. ترى بعد ما خلصت من الصبح هم يشتغلوا فيه لين الحين. بعد ما زهر بعد يبالي اظني حوالي ربع ساعة ولا نص ساعة. عقب هاي الصفو اللي فوق هذا هذا كله اللقط مرة الحين غايته هو غاية المتمني. يلا يلا الله يقويكم ان شاء الله. يلا بعد الحين بس يخلصون هذا الثوم وخلاص. وين صرت؟ وين صرت؟ خليني ياس ادورك. وين صار؟ وين صار؟ امه تميرة بعد صار عند قميرة. باباي وين ساير؟ سابيه خبز. انزين وخلاف؟ فلح. هذا اتناهي ما تروم تتنسخ. ما عندك لياقه من الصراط صراط 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 صراط. انا انا ما اكل ربع اللي انت تاكله. قادي قادي كبر السنطوانه. يلا باي باي صراح. بيتي باكر شو شو متى انت هي باكر تعال الصبح عاده صراحه شو بتسوي؟ بيت على هذا. منو انت؟ اي الصبح باكر الصبح بتينا قبل اول شيء. لا تصير الفير عند خلاف والله ما يا كذب. ها الدري ولا يا كذب؟ كذب قريب انه كذب. ما يندرى بك انت صراحة. كان ما كان ما بنت بعيش لنا في وهم انك ما بصاحي وانت صاحي يا ابو. باي باي زين ايش ايه ايه لا يتكود. يا الله شو اليوم مزيد مود الزحمة اللي في الدنيا كلها قدامها. الباركنات كلها ابوي فل ولا شيء باركن لا تحت ولا فوق الدار. عين ابو هذا كله ابو كله واد محتاج الحين بظهور دخول المدارس. شفتوا ايام توها المدارس بتبتدي هالنمونه. اليوم الزحمه زحمه غريبه. حتى امس على فكره حتى امس تبارك الرحمن شي زحمه
لو أشد بعد ما أدري شو مستوي، شيء مستوي، شيء حد يجسم بيزات، شيء وحد فوق حد مسوي لهم سبب. ولا ما بتتيمع مثل لا إله إلا الله هالكثر من يوطي جماعة ما يتيمعون في تمع أمة لا إله إلا الله هالكثر لا شيء تجزيم بيزات. الأول ما تسوي الحشر هالكثر في بارهوز اللي يوم قالوا والله طالع الشرحة، يوم تطلع الشرحة عبده وبارهوز عباده، يميع الباسات والسيائير والعالم عباس على دباس تسوي فيها بارهوز، ما تستوي بارهوز زحمة إلا يوم تطلع الشرحة. الشرحة عاد وما أدراك ما الشرحة، خلاص بنعدكم سالفة الشرحة إن شاء الله. الشرحة هاي من سنة لين سنة، الصغير 600 والعود 800. أيوة أكيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. الجيم ممزور وفنان وجوه ياخذ العقل، على ما تشوفون ممزور لين عينه، خلق الله ما خلق رقم واحد. تعرفون وين ساير الحين عند هالعود؟ السلام عليك. عليكم السلام. كيف حالك؟ حيه. كيف انت؟ حيه ابو محمد. والله مليون مرحبا بالمطوع. مرحبا بالغالي. مطوع خفيف طينه بعيد اخير عن المطوع وثجيل طينه، شو رايك؟ الله يطول عمرك. اي والله المطوع خفيف الطينه بعيد اخير عن المطوع ثجيل الطينه. اي والله صدق. اي والله الناس كلها خير بركه، لكن مطوع وفنان مبتسم بعيد عن اخير عن المطوع المبتسم. خيركم ان حسن عمله وحسن اخلاقه. ايه اخلاقه يعني من ابتسامه. ايه نعم. يارك الله يارك. واللي بتزوج اذا حد اياك من الجماعه. ايه لو كان مطور غير. ايه والمليج بعدها ما شاء الله زار. مليج بعد ترى. مليج وخفيف طين يعني شو بقول لكم. الرسول من اتاكم من ترضون دينه وخلقه. زين. خلقه. ايه خلق يعني ايوه تسوي دعايه عن عمرك. لا مو انا ماني مسكين انا. يارك الله. يا خلاص. الله يتوب عليك. السلام عليكم. كيف حالك؟ كيف انت؟ فرحت عاد انت حب على الريال حين المليج عدالك. شكرا لله خليتنا الاسم. الله يحافظ. ان شاء الله شباب ولا واحد منهم ماخذ حرمتين. كلهم على حرمة حرمة. كلهم على حرمة حرمة. هذا بس ها هذا الوحش تبارك الرحمن ما أخذ ثلاث ولا كلهم أبوي على وحدة 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 وحدة. أنا ما أسوي مشاكل، أنا أقول شو ما شاء الله شيء من حد من الريايل عن أربعة، وحد من الريايل عن اثنين، وحد من الريايل عن ريال، وحد منهم ما يسوى شف طعام. لا لا لازم الله يسلمك. شوف الحين لا لان لازم تعرسون ابوي، لما اخذ وحده ياخذ ثاني والثالث والرابع. ابوي لبيوت ممزره يميع لبني بعد التقاعد. اي والله تلحقوا عماركم. ليش ما سوي شغله جديده؟ ها ليش ما سوي شغله جديده عن طريقك يعني؟ بعد عن طريق بيبغضني. محمد محمد لا تكفيني وحده دافسه يا ريال، مكذبك يا الخواف. ما بالله حديد، ما بالله حديد وحرمه وحده. اي خذ الثاني والثالثه. اي هذا الحديد يبقى ما بالله حديد سير ذا تجلبها ثر بركات ما عليكم باس. اليوم الجيم طبعان لين عينه ملتخ. هيا ما اقول لك ملتخ يعني ملتخ شيء يعني من كل عنافيز عيون الخم فناتير. شو بقول لكم من كل قطر أغنية من ما تشتهي النفس، ما شيء نوع دابث على الأرض إلا موجود شبيهها. يعني شو ما في شيء في الدنيا، ما في شيء عنده يذكر شواص طبق رزق لزاق الخم حمس شيرية حواسيم من كل شيء بدح حتى البدح. شوفوا إيه والله ما شاء الله تبارك الرحمن. شو تقول توك مطوع؟ هاي التلبينة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. كانت أم المؤمنين عائشة تقول حق اللي عندها عزة تأكل من هالتلبينة. التلبينة شعير مطحون وشوية يحطون مع الحليب أو الماء
ويكون مثل اللبن يعني ابيض تلبينه من كلمه اللبن البياض رايب شويه ايوه يقول لك سبحان النبي صلى الله عليه وسلم قال تجم الفؤاد اي تقوي الفؤاد وتذهب الحزن يعني اي وحده مثلا تعبانه نفسيتها تعبانه تحس ان قلبها يعورها زوجها مزنها ابو محمد مزنها زوجها عليها بالتلبينه سبحان الله والله تعالى يبارك لها في امين امين يا ابوك الحين هالزمان يدورن ابويا مجينجو من تظهر لها المجينجو ابوي الحرمة ما عندها مشكلة لو من تعطيها البهانس رمت للرئيس يروح يخبز عنها ابوي الحزن والاكتئاب شي شرات النيطان يخبز الاكتئاب يقول لك بالكاش ينتهي النقاش يا رب طوع فنان سكرتي كان ما ادري 500 كيلو وزنه وحما ما شاء الله عليه شوف شغله القيمة قاعدوني يا ليت ما قاعدوني قلنا لهم بوي بعدني في مز وغزل في قوة تو هو بادي ما طاعب الفيديو هذا اللي الحين توني حطيت لكم اياه شو في من المناقيد انا ما ادري شو كل يوم يدور في الجروبات مليون مرة في من كل مكان يجيني شو المشكلة فيه انا ما ادري شو الغلط شو الكلام اللي انا قلته الحين اللي يخلي العرب تقطع هذا الرابط والجسم عند أمة لا إله أنا ما أشوف فيه شيء غلط قاعدوني ليت ما قاعدوني بعدني في قوة يعني على التقاعد ليش قاعدوني من وقت هذا اللي أنا قلته يعني كملت 36 سنة في العمل لكن بعدني ما شاء الله عليه شوف عمري رقم واحد صاحي سأتمرن وها وجم وعضلات خيبة هذا يعني ما علي باس يعني ليش يعني انا ما اشوف في شيء خلل الفيديو هذا ليش منتشر بهالطريقه ليش يحوط بين الجروبات هالكثر كل يوم 100 مره يعني لو اشوف في خلل في شيء يعني كلام غريب في شيء يعني خارج عن القانون يمكن انا ما اشوف في شيء كلام عادي طبيعي ما في اي خلل ليش يدور هالنمونه هذا المقطع دون عن الاخر المقاطع الثانيه انا من ثلاثة ايام ابوي ترخ هيله بيس هيله بيس هيله بيس انا بوينان مساكم الله بالخير في نهايه الاربعينات او بالاربعينات الاربعينات والخمسينات كل هالعرب انقشت من الدار صاروا يدورون الرزق والحلال رزق الحلال والخير يكدون ما بعيب الناس كلها الإنسان يصير يدور رزقه من أقاصي البحار من أعماق البحار ما بالك ساروا الكويت من ضمنهم الشاعر الجمري سالم الجمري ظاهر من دبي وظهر يبوي على عز ومعزة ما يوز له كل شيء العرب اللي من غير كدت وتعبت ويازلها الحال هو ما يازله ما تأقلم حاول بشتى الطرق أني يتحمل المكدة هاي القاسية ما رام لها ما رام على شغل المكدة اللي هي ما توالم وضعه ولا سنه ولا رنقة ولا طبيعة شخصيته كشاعر فسمى قصيدة هي معروفة عند العرب كلها سمى قصيدة قصيدة الكويت ومنتشر عند العرب كلها 90% من الناس يعني حاضين بيت ولا بيتين والأغلبية يعني لكن 10% حافظة باقي القصيدة ويأتني أنت بسمعكم إياه بعدها عليكم لولي بخت ما سرت الكويت ولا بعد فاركت الأوطان وأسميك يا حظي ترديت أبعدتني عن ساحل عمان بلا ولي في القلب تميت مستوحشن روحي وحيران من الحسايف قلت يا ليت الهم يسلب حال الإنسان إذا ذكرت الولف والنيت خرت دموعي فوق الأويان من بعد كيف انس ونبيت ومنادمة مدعوي لعيان واليوم حالي في تشتيت في لحمدي وربة وبرقان من ذي الحياة أولالي يهميت من دون خلاني وندمان فهذه بالقصيدة من القصائد القديمة يا سالم الجمري فلذلك يعني كل هالعرب حابتنها لأن كان هاك الوقت وقت ضغوطات وقت هجرة البلاد ثلثين ريالها مسافرين
للمكدة وطلب العيش والرزق. فالقصيدة هذه يبعد رد عليها الشاعر ياقوت بن يمعة، رد على قصيدة حياة اليمري الجمري سالم، ورد جميل، رد جميل في منتهى الروعة. الأول القصيد: أعطني بعطيك، رمسني برمسك، حادثني بحادثك. القصيد الأول له معاني وايدة. القصيد الأول: ودك تستصيخ 24 ساعة ما تمل من سماع القصيد، حيث أن مفرداته من البيئة، من تحس كأنك ترمس رمسة عادية بسلاسة لكنك قصيد. اللي أنا حين سويته هذا، نزلت لكم أنا رقم، الرقم هذا رقمي دولي، هذا رقم واتساب. أي حد عنده شيء يبي طرشه، يباله تصوير، أي شيء، صورة، عنده عطر، عنده حلاوة، عنده كيك، أي المهم مال تاجرات صغيرات أو تجار صغار، هلا في البيوت، ما بمال حفيزات ولا بمال مطاعم ولا بمال مكاتب ولا بمال ما أدري هالأشياء الكبيرة، لا، مال التجار، هاي مال دعم للمواطنين أو التجار الصغار أو التاجرات الصغيرات يسمونهم، هاي اللي توم مبتدين. هي نعم، يا غير لا مقاهي ولا مطاعم ولا كافيتيريات، هذا كله أنا ما أسوي. أي شيء حد يبي يصور سامانه ويباله دعم، يباله تصوير، يباله نشر، يندب أبوي على العنوان هذا، حاط لكم رقم الواتساب ويكلمني وأنا برد عليه برسم الخدمة ومرة من عيني في حب الله. من ابتديت في السناب ولا كل اللي يجي أصوره وأعرضه في حب الله، ما أخذ لا بيز ولا محبدية، شرخية حمرة ما أخذ. هب التحرون يعني، حد يقول شرق ولا هذا، وحين نزلنا لكم الإعلان، وأي حد يبقى، وحتى الإنسان مثلا اللي يبي يجيب شيء وما بهاين عليه ودره يجيبه وبنصوره وبنعلن عنه ويشله. أنا لا بنزود أكلي ولا شياته. يا جماعة الخير، أنا أكون أصور سناب أو أصور أي شيء أو يالس في سبحانيتي، ما وعى التليفون لطر طر، ما بمكالمة ولا واتساب. هذا حين ترى يتصلون اتصال شو اسمه؟ سناب. يتصلون من السناب، هاي اتصال السناب ترى ما شيء، شرات الواتساب محظور. يا حين اللي بيتصل أزعجني وخرب علي تصويري، ولو كنت أصور انقطع التصوير. يا الله عاد بينشون حين الأعداء بيدك تجرخون تليفونات 24 ساعة. أي والله ليتني ما قلت. عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. هذه العنبرة اللي تم تداولها اليوم عن طريق الواتساب والإنستغرام، الناس اللي تتكلم فيها أهل الفجيرة صادوا العنبرة اللي يصل وزنها إلى 316 كيلو. طبعا الحوت يسعى الى هذه الامور، والحمد لله الكرم توفيق من رب العالمين، وصلنا لصاحب السمكه وخذيناها منه، اللهم لك الحمد. الله يبارك له في رزقه ويبارك لنا في مالحها. طبعا راح نسويها مالح، عندنا مالح العنبره، ومن هالصنف هذه نادره طبعا ما تحصل الا في مواسم، مالح العنبره ومالح خيل البحر ومالح الكنعد واليودر والقباب واللي خاطر. تابع مالح الحوت، بس تكتب على الاكاونت مالح الحوت بالعربي يطلع لك الاكاونت، واستمتع يا الغالي. والله يحفظكم ووفقكم جميعا ويرزقكم من حيث لا تحتسب. الله بالخير يا ابو محمد، مساك الله بالخير يا اخوي خالد الخالدي. ما شاء الله تبارك الرحمن، توفيق من رب العالمين. اليوم اهالي الفجيرة توفقوا في العنبرة هاي الطيبة، ونصيبك يا انك ان شاء الله، ان شاء الله اذا ما بكرة ورا بكرة مرة بشرب عزك. وهذه العنبرة طول لي عمرك وزنها 316 كيلو، ما شاء الله تبارك الرحمن. الحوت ما يفوت هاي الأمور طويل العمر، وابشر بسعدك. تحياتي مالح الحوت، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف السمكة كيف فرش، مرة لحمتها حمره.